مرحبا شباب وصبايا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم عم تشوفوا هالفيديو. اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. قبل ما نبلش بالفيديو بدي منكم تحطوا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. لا تنسوا تتابعوني على باقي مواقع التواصل الاجتماعي اذا كان عندكم اي تعليق او لطرح اي موضوع او فكرة بخصوص هالقناة. انا محمد وهذه قناتي بقدم عليها كل ما يخص في تنظيم العلاقات الاجتماعيه والانسانيه والعاطفيه والزوجيه فيما يخص بتنظيم شؤون حياتنا اليوميه. وبهذا الفيديو بدنا نكمل الجزء الثاني من الفيديو السابق ونحكي عن البروتوكول. خلينا نبلش. لما بنقول بروتوكول بنتفاجئ من الكلمه، او ممكن تكون الكلمه ضعيفه او ما كل الاشخاص بيعرفوها. وشو هو البروتوكول وامتى بنستخدمه وشو علاقته بتنظيم العلاقات الاجتماعيه والانسانيه والعاطفيه والزوجيه وتنظيم شؤون حياتنا اليوميه، وكيف بيكون له علاقه فيهم وشو اهدافه واهميته، وهو عن جد مهم لهالدرجه لحتى نحكي فيه؟ اكيد البروتوكول هو قاعده بتكون محطوطه بتلزم الجميع على انهم يمارسوا هذا السلوك بشكل او باخر. يعني ان كنت انت مرتاح او مش مرتاح، مبسوط او مش مبسوط، راضي او مش راضي، لازم تتصرف بهاي الطريقه، وهذا اسمه بروتوكول. طيب البروتوكولات وين موجوده؟ وين موجوده بحياتنا؟ بالمناسبات، بالاجتماعات، بالمراسم، بالتشريفات، بالاعياد، بالاحتفالات، بالاعراس، بعيد من هون بدار العزاء، ممكن لما انت بدك تروح تاخذ بعزاء شخص او تعزي شخص لتواسيه. بكل مكان بيكون في مناسبة اجتماعية رسمية، بعيد ميلاد، بحفلة بيبي شاور، أي مناسبة بتصير، أي اجتماع بيكون في عدد أشخاص معينة، نوعية أشخاص معينة، لازم إحنا نتصرف بطريقة البروتوكول. شو هو البروتوكول؟ وكيف نتصرف فيه بدون ما نحرج حالنا؟ هلأ قبل ما نحن نحرج حالنا أو ما نحرج حالنا، طب ليش هذا البروتوكول؟ ليش احنا نتبعه وليش لازم نتصرف ونلتزم فيه؟ احيانا ممكن في تصرف ما بيناسبنا. هذا البروتوكول لحتى يمشي كل الاشخاص او يتماشوا ويتناسبوا بشكل سلس ومرن مع المناسبه بالتصرفات يلي بيمارسوها بهذه المناسبه. كيف؟ او نعطي مثال لحتى نوضح. ممكن بفرح مثلا بروتوكول انه نلبس زي رسمي. ممكن لما نروح على شركة معينة نشوف كل الموظفين لابسين كلهم نفس اللباس، نفس اليونيفورم، هذا بروتوكول حتى ما يكون في حدا فيهم مختلف عن الثاني. وأوقات يعني إذا بنركز على موضوع العمل، طالما جبنا هالمثال، البروتوكولات بتكون موجودة بالعمل لما تتعامل مع شخص معين أو ما بيكمل لك الخدمة أو بيكون مشغول مع طرف ثاني أو عميل ثاني، وبتتعامل مع موظف آخر بيتعامل معك بنفس الطريقة اللي تعامل معك فيها الشخص الأول، بيكمل على اللي كان عليه، بيمشوا معك بنفس السلوك، بتحس حالك عم تتعامل مع شخص واحد. هذا بروتوكول بحد ذاته. لما بدنا نصافح، هذا بروتوكول. لما بدنا نقعد بطريقة معينة، مثلا بالجلسات الرسمية، بالمناسبات اللي بتكون كتير رسمية وبتكون مناسبات اجتماعية، عادة بتكون أفراح أو أتراح، كيف بتكون جلستنا؟ شو الألوان اللي لازم نلبسها؟ كيف لازم نلبس؟ كيف لازم نسرح شعرنا؟ كيف لازم نتصرف؟ شو اللي بينحكى؟ شو اللي ما بينحكى؟ كلنا بتلاقينا جميع الأفراد عم نتعامل مع بعض بنفس الطريقة. ولما بيكون في مثلا حضور لضيف مهم، أو مثلا حدا يعمل جاي يوقع من شركة أخرى من مكان تاني، أو مثلا جايين ضيف بالبيت، كلنا بدنا نكون متأهبين لحتى نستقبله ونكون حاضرين وجاهزين لحتى نستقبله، إنه كل العائلة بتتعامل معاه بنفس الطريقة وبترحب وبتأهل وبتسهل بنفس الحماس بنفس التصرف. هذا بروتوكول. كيف البروتوكول بيحمينا من الخجل أو إنه يوقعنا أو نحط بموقف محرج؟ للآخر ببساطة، لنفترض انه في اتراح ممكن يكونوا عم يقرأوا فاتحة على روح المتوفي وشخص يضحك، فهذا تصرف منبوذ، هذا ما التزم بالبروتوكول. ممكن يكون في شخص مثلا لما بدنا نحكي عن موضوع الزفاف،
في طريقة معينة لللبس، إنه في ألوان نلتزم فيها، في ألوان ما بنقدر نلبسها، في ستايلات معينة نقدر نلبسها، في ستايلات لا. هذا بروتوكول، لأنه كلنا عارفين إنه نحن رايحين على زفاف وكلنا لازم نروح بشكل رسمي أو بلبس رسمي. فهذا اتفاق على إنه كل الأشخاص عم بيمارسوا نفس السلوك بنفس الوقت بدون تكلف، وبنفس الوقت عم يحميك من الإحراج. يعني ممكن بنفس الوقت اللي بيكون في جمعات أو اجتماعات ثقافية، ورشة عمل، اجتماعات دينية، خطبة، شو ما كان، بتحس إنه كل الأشخاص ملتزمين بنوعية جلسة معينة، قاعدين بطريقة عم يصغوا للشخص المتحدث. هذا بروتوكول. طيب هلا لو كان في حدا قاعد وبهذا الوقت يلي عم يلقي فيه اللي عم يخطب أو اللي عم يلقي كلمة رن التليفون وصار يصرخ ويعصب ويتضايق ويحل المشاكل يلي هو عم بيعاني منها بحياته بهذا الوقت، هذا التزم بالبروتوكول؟ لا، هو عرض نفسه للإحراج. لما بنكون موجودين باجتماع عمل على سبيل المثال، ممكن إنه ما نستخدم تليفوناتنا، إرشادات، تمام؟ إنه إحنا ما نستخدم التليفون، ما نستخدم نوعية عطر معينة، ما نحكي بلغة غير اللغة اللي متعودين عليها، أو ممكن كل الاجتماع بينحكى بلغة معينة بطريقة معينة، أو هذا الاجتماع لازم نلبس اللون الفلاني، لازم نحضر بالوقت الفلاني. هذا بروتوكول ببساطة. ما بدي أطول عليكم أكثر من هيك بموضوع البروتوكولات، لأنه بروتوكولات الحياة من ثقافة لثقافة مختلفة ومن قسم لقسم بحياتنا مختلف، ولكن هو قالب بيصب بكل المجالات، بكل العلاقات، وبكل الاختصاصات بالحياة. بالنهاية بدي أحكي إنه البروتوكول هو إرشادات ولوائح وقواعد إحنا بنلتزم فيها علشان ما نعرض أنفسنا للإحراج، وعلشان نكون عم نمارس نفس السلوك مع الأشخاص لنكون سلوكنا مش شاذ، مش مختلف، مش منبوذ، وبنفس الوقت عم نمارس هذا السلوك بإنسيابية وبشكل مرن لحتى نتماشى مع الموقف أو المناسبة أو الأشخاص الموجودين حوالينا. ما بدي أطول عليكم أكثر من هيك. لهون نكون وصلت لنهاية الفيديو. أنا محمد، بحبكم كتير، ديروا بالكم على حالكم، كونوا بخير للفيديو الجاي، بأمان الله.